السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأهم وآخر أخبار النادي الأهلي. اتخذت شركة كرة القدم في النادي الأهلي قرارا بشأن محمد مغربي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من فترة إعارة في الدوري التشيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قرر مسؤول كرة القدم في النادي الأهلي تجديد عقد النجم محمد مغربي نجم دفاع النادي الأهلي، خاصة مع حاجة الفريق في التدعيم في خط الدفاع في الفترة القادمة. يذكر أن محمد مغربي أحد أبناء النادي الأهلي الذي تم تصعيدهم للفريق الأول لكرة القدم في عهد المدرب الجنوب أفريقي السابق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، ثم رحل اللاعب للدوري التشيكي قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.